رسولك عليه الصلاة والسلام مركو مدينه ما ذي عهود بلنبو قلي ولا قلي بني قينقاع بني النضير بني قريظة أو يهود أها مرك قدر كاس أما هلا عبدائي أما ماشى هلا جساران سوتش يدين يا سيدي حلي معنا بدني سوتش يدين مرنا وحلا ليه هاي دين عن إسلام كأهل لقمة لقمة فعبك ردلك وارون بقول تضبي تضبات حلبان أيا سوا حاضر تيفان لجان وذي شركة أه وكم ده كل ما ده وذي شركة أه يقولها الشعب كي أقل كسرة برلمان كصوماليا وحجر وذين كأهيد قدومي كحجين ككوباد يقولها الشعب ك سعدي ياسين حاج سمتر يكو حجين ندا أقل كسرة يقولها الشعب كبرلمان كصوماليا أجندها كل ك أيا أها سي وذي ده كدوديست عطف كلباد قدوب كيسة طبنات إلا إيه لباتناد وأهيد سو جديدين تجودجا لبدا أقل وحيل سارن الرماه الدستور ك حلبان هذا أيه هذا أقول نحن صديق قطب كمدة عتب كلباد دستور ك وح كبدل كيسة رسولك عليه الصلاة والسلام مركو مدينه ما ذي عهود بلنبو قلي ولا قلي بني قينقاع بني النضير بني قريظة أو يهود أها عهود داس رسولك عليه الصلاة والسلام لا قلي أو ولا نولا أو سلمي أو ناكسن لا ولا نولا مدينه مركو محاد دين يا مبدأ أساسي إسلامي أهبا وحيه لا إكراه في الدين محاد مركو دين يا إن دتكي كل هذا وضع كان أيقو دين تودي هايستا نجعنا ضيانا يتسامح إسلام لما ضو ناجع أنا نقوم كرتض كاسي إن أي نقطة عند الدين تقص صبيرة وحن قلا قدر كان إنسي دي سلو دايا كلمة أورانا يسا أما قدر أورانا يقفنا مقام إيا ماموس أولي هاي أوجد وغم بحسن كرول لحسابة إيا عقاب فلدن بيادو قلي قدر كاسو حد مودا إنا مجد كتشرو ومرك قارا إدعي كرتو إن دات سيكرا أفكر إيا يكو حلاشدان حسانه دا دادك مسؤولين تهام البرلمان كام حلبان دا مرك قدر كاس أما هلا عبدائي أما ماشى هلا جساران سوت شيدين يا سيدي حلبان بدن سوت شيدين مجد بدن باكوتشرة وحدا ماشى اللوجة بهني هاي اللوسو قليه نفهمتي ما قرن كرام أني وحن كرام كرامة دا نهاية تاع كرامة دا ما واحد ديفينيشن وكرامة مجرى ما نسي محل وقيم حقوق دا الشرف تقفك لا شرف تقفك دي لو واحد كده هلا بتاعي ده حقوق دي لو واحد كده قدم كركو إتوانات فرقدي سكوات ما دام موادرين تيكال ليش دين تمشي على جسارة هديت هاي هدي لو قلت لك على أجنبينا قدم كاسوا صحية لكن موادين على جسارة وأريم أن معناها إن محد صحهم لكن هو حكسور جدا إن لجسارة جودي لو كسر ناكر أما وايو حالة دسمر كتاعن تهاي قد دخاتير لهم كرسوية وقت لهم هاي وحن جعلانها إيضا إنت أسلقى سارة لكن فقرة دميش ويكون هبونتا إن له الداية مرنا وحل ليه هاي دين عن إسلام كأهل لغمة فعبك ردالك وارون لكن وحر ميش خجر توقات لوقع عدلي دالكي إلاقا وحا إنه كلان أمد باع إنه كلان أمد باعسو إنه يجب دين توضا يوضا أنفافين لكن ملاء الدقينهين يدقان كوضا كو عابدان وحنوماً يحقد إليهم لكن دين أن دلك الإسلام كهان اللي قمت فافين كرو تاسوا صحوي بركوا حري أرنتاس إلا سوا فجيو إسبيس لسيو دتك بين آدم كأو دلك إنه كنول يجو أو أن شرر قبسين أما يجو أن فيلين لكن إيه حق إليهم إيه ميرح يجو إليهم يكون عرضاً دين تود هل كان وين عدالاً أحكام شريعة الإسلام كه waxaan xusay halkan xusay waayna halku cadaadaan hadii kale waan laga saaray gabihiinta sidoo kale xeerarka xurriyadda tacbiirka ka hadlaya ee leeyahay xeerarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa in la cadeeyo xeerkeen si waafaqsan xeerka waa la tiraahdaa xeer muayyan waa inuu ahaado oo qofku markuu rabo xurriyadda tacbiirkiisa ama xurriyadda dhinaca fikirka iyo sheegida marka uu doonayo inuu exercise kareeyo ama uu ku dhaqmo waa inuu fahmi karaa ila heerka uu xaq gudan karo marka waxaan soo jeedin lahaa arrimaha shariicada islaamka iyo xeerarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maadaama halkan aan ku cadeyn gudaha bay laga saaro ama in la cadeeyo labada inta karto yar lagu soo rido ama bac yar lagu soo duwa meelaha la dhiga xaafadaha dadna dad baa hela waxaa la rabaa marka dadkaas arurta yar la tuuray in waxaan qabaa in dawladdu ay mas'uuliyadiisa qaado cidii dhasay ee tuurtayna hadii la helo gal maxkamadeeyo ay maxkamad wada wax laga qabto hadii kale waxa noqonaysa wax iska fowdaa oo maas
baaritaanku wuxuu leeyahay siyaabo kala duwan ama wadooyin badan aan loo maraa in qof la baaro. Waxaan isleeyahay marka baaritaanka wax aan la baari karin inay se jirnaan u aaminsanahay. Anigu waxay ila tahay marka qofka hadduu xasaalad leeyahay isaga iyo gurigiisa, laakiin qof walba wax walba wato waa la baari karaa. Marka iyo waxa uu wato in laga daayo aan qabaanayo taas. Cabdiqaadir Maxamed, CBA, xarunta golaha shacabka, Fil Hargeysa, magaalada Muqdisho. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.